في بدايات تحركات الشارع في 30 يونيو، قيادات الجماعه الارهابيه كانوا بيراهنوا على الفشل. غرور ولا عدم تقدير للموقف؟ لا، هو غرور وعدم تقدير من الغرور، لان المغرور ده ما بيعرفش يعني يشوف الامور زي ما هي، بيشوفها زي ما هو عايز. بس عدد استمارات تمرد كانت تخض. على فكره انا مضيت تمرد من اول مع محمود بدر، من اول كلنا مضيناها، احنا كنا بنلف الشارع بنمضي الناس بالضبط كده. بس هم مش قادرين يفهموا، لان هم ما عندهمش فكره الوطنيه، مش عندهم الولاء للوطن، مش عندهم. لا نحكمكم لا نقتلكم. يعني نقتلكم بالضبط كده، يعني هي كده. ما انا بقول ربنا عز وجل قال اقرا، هم قالوا اخرس. ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دي اعظم اعظم ديمقراطيه ممكنه دي. هم لا، يا تقول اللي انا عايزه، يا تعمل اللي انا عايزه، يا اذبحك. ايه ده؟ يعني الحمد لله انها فتره عصيبه. الحمد لله. لو كان الشعب نزل في 30 يونيو بس من غير ما يكون حاسس انه مسنود ومتغطي برجالته القوات المسلحه، كان هيكون بنفس الاعداد المليونيه دي؟ شوفي، الشعب كان نازل بالمليونيه دي بتاعته ما فيهاش كلام، لان الشعب هو اللي حس ان مصر بتاعته. بس الشعب لما نزل، وانت فاكره يمكن الشعار كيف. واحد اتنين، الجيش المصري فين؟ فاكره؟ فاكره طبعا. يعني تعالى يا جيشنا، انت اولادنا وحبايبنا، وانت احنا في حضنك وانت في حضننا، نقف ضد الارهاب. حقيقي ده اللي كان موجود. وانزل يعني يا سيسي، مرسي مش رئيسي. بالظبط كده. فاكرين كل الشعارات الجميله دي؟